يلا حسن عشان تحفظ من القرآن. حاضر يا حسنان، انا جاي. هنحفظ بقى سورة المسد. ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شاطرة حسناء، انت بتحفظي بسرعة. هو مين أبو لهب ده يا حسن؟ طب ما تيجي نسأل بابا ونخليه يشرح لنا السورة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا والدي. من نومكم يا ابني. ها صليتوا العصر؟ اه يا بابا الحمد لله. الحمد لله. وحسن كمان حفظ سورة المسد يا بابا. الله يفتح عليكم. بس انا مش فاهمها خالص يا بابا. السورة دي حسناء بتكلم عن واحد اسمه ابو لهب، هو ومراته. هو مين ابو لهب ده يا بابا؟ طيب اقعدوا بقى عشان اقول لكم. ابو لهب ده اولاد من الكفار اللي رفضوا يؤمنوا بالله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ده كان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، يعني كان عم الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يعني كان عمه يا بابا مرضيش يؤمن بيه. ايوه حسن، كان متكبر ومش راضي يؤمن. هو اسمه عبد العزة ولا ابو لهب؟ لما اتولد يا حسناء اهله سموه عبد العزة، بس عشان كان جميل قوي وكانت بشرته لونها احمر او زي النار الناس بقى يقولوا عليه ابو لهب. وعمل ايه بقى بابا عشان ربنا ينزل فيه سوره لوحده؟ ما هو اكيد ما كانش هو بس اللي كافر. لما ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، امروا انه يدعو اهله وقرايبه الاول للاسلام، فكان طبعا لازم يدعو اخواته وعمامه وولد عمامه، وطبعا كان منهم ابو لهب عشان كان عمه. فراح عليه الصلاه والسلام لجبل اسمه جبل الصفا. عليه الصلاه والسلام. وعند الجبل ده نادى على كل الناس اللي كانوا هناك وبدا يدعوهم لعباده الله وحده، لانهم كانوا بيعبدوا الاصنام وقتها. ايه الاصنام دي يا بابا؟ دي تماثيل حسناء، هم اللي كانوا عاملينها بايديهم على شكل ناس واعتبروها الهه وعبدوها بدل ما يعبدوا ربنا. وبعد ما دعاهم لعباده الله ايه اللي حصل يا بابا؟ لما الرسول عليه الصلاه والسلام دعاهم لعباده الله وحده ويبطلوا يعبدوا الاصنام اللي هتنفعهم ولا هتضرهم، كان اول واحد يرد عليه هو عم ابو لهب، وفضل يتريق ويهزر ويقول كلام دمه تقيل ومشي، وقال للناس سيبكم منه وما يسمعوش كلامه، وخلى الرسول يحزن ويزعل ان اهله وعمامه ما سمعوش كلامه وهو بينصحه. الله يخرب بيتك يا ابو لهب. فضل بقى ابو لهب يحاول يقنع الناس ان هم ما يسمعوش كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. وبقى يتريق على الاسلام والمسلمين ويؤذيهم، وخصوصا الرسول عليه الصلاه والسلام. لدرجه انه بقى كل ما يقابل حد يقول له ما تصدقش محمد وما تسمعش كلامه، بس لما لقى في ناس كتير بيصدقوا الرسول عليه الصلاه والسلام وبرضه بيؤمنوا بيه اتغاظ قوي، وبقى يشتم الرسول عليه الصلاه والسلام قدام الناس كلها. عليه الصلاه والسلام. ده كمان يا اولاد كان عنده ولدين متجوزين بنتين من بنات الرسول عليه الصلاه والسلام. كان ابن عتبه متجوز السيده رقيه بنت الرسول عليه الصلاه والسلام، وابن عتيبه متجوز ام كلثوم بنت الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فعشان يغيظ الرسول عليه الصلاه والسلام خلى الولدين يطلقوا البنتين. الله يخرب بيته. مراته بقى كان اسمها ام جميل، كان بيخليها تلم خشب عشان هو يولع فيه ويرميه في الطريق قدام الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ما يعرفش يروح الكعبه او يروح يدعو الناس للاسلام، وبرضه كانت بترمي شوك قدام بيت الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طيب انا كده عرفت هو مين ابو لهب. انت عرفتيه يا حسناء؟ اه عرفته، بس برضه مش فاهمه الصوره. هفهمها لكم. اليوم اللي حكينا عنه في الاول لما الرسول راح عند جبل الصفا ولم الناس حواليه، سالهم وقال لهم لو انا قلت لكم ان في حد جاي يحاربنا هتصدقوني؟ قالوا له اه اكيد هنصدقك، عشان احنا عارفين انك ما بتكذبش، واحنا عارفين انك صادق وامين، وكلنا بنقول عليك الصادق الامين. فقال لهم يعني لو قلت لكم ان رسول الله وعايزكم تبطلوا تعبدوا الاصنام وتعبدوا ربنا لوحده هتصدقوني برضو؟ فرد عليه عمه ابو لهب وقال له هو انت ندهلنا عشان كده؟ وقال له تبت يدك. يعني ايه الكلمه دي يا بابا؟ تبت يدك دي كلمه في اللغه العربيه الفصحى، معناها انك هتجيب الخساره والندم لنفسك بايديك. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه بصوره المسد وقال له تبت يدا ابي لهب وتب، يعني هتجيب الخساره والندم لنفسك بايديك الاثنين مش بايد واحده. وده كان وعد من ربنا سبحانه وتعالى لأبو لهب إن هيعذبه ومش هيرحمه. طيب يعني إيه بقى ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ أبو لهب يا أولاد كان غني قوي، وكان فاهم إن فلوسه هتنفعه مع ربنا زي ما بتنفعه مع الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال له في الآية دي إن فلوسك وكل اللي أنت كسبته في حياتك مش هينفعوك. والآية اللي بعدها بقى سيصلى نارا ذات لهب، دي معناها إن هو هيدخل النار، وده تكملة الوعد اللي ربنا وعده بيه إن هو هيعذبه. وامرأته حمالة الحطب، يعني مراته وبابا اللي كانت بتجيب خشب وشوك عشان ابو لهب يأذي بيه الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. برافو عليك حسن. طيب يعني ايه بقى في جيدها حبل من مسد؟
في جيدها يعني في رقبتها، والمسد يعني الليف عشان هي كانت بتلبس حبل الليف على رقبتها، قال يعني بتتزين بيه. معفنة قوي. هما ماتوا ازاي يا بابا؟ بص يا سيدي، بعد غزوة بدر لما الكفار رجعوا مهزومين وابو لهب عرف انهم اتهزموا، زعل قوي وتعب لحد ما جاله مرض وحش يعني زي الكورونا كده، بس مفيش حد بيجيله المرض ده ويعيش، لازم يموت، فمات. ومن غضب ربنا عليه ولاده بقوا خايفين يدفنوه عشان ما يتعودوش منه. ايه ده يعني ما اتدفنش؟ لا اتدفن بس بطريقه غريبه شويه. غريبه ازاي يا بابا؟ بعد يومين من موته جسمه اتحلل وريحته بقت وحشه قوي، فولاده قالوا احنا لازم ندفنه، فهو يحدفوا عليه الميه من بعيد وبعدين رموه من فوق الجبل وحدفوا عليه حجاره عشان يدفنوه بيه. وامه جميل مات ازاي يا بابا؟ فاكرين لما قلنا انها كانت بتلم الشوك عشان ترميه عند بيت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. وهي بقى شايله الشوك ده على ظهرها وبتلم تاني عشان الشوك يبقى كتير، الشوك عورها في رقبتها، فجت ترميه بعيد عنها، مسك في العقد اللي هي كانت لابساه ولف حوالين رقبتها وعورها وخنقها لحد ما مات. طب وايه بقى بابا قصه غزوه بدر اللي الكفار اتهزموا فيها؟ لا دي بقى احكيها لكم لما اصحابكم يزيدوا ويبقوا اكتر. يلا بقى اصحابي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان نبقى كتير، وبابا يحكي لنا غزوه بدر وقصص تانيه كتير. وانتم كمان يا صحباتي اعملوا اعجاب واشتراك وانشروا القصه عشان بابا يحكي لنا سوا قصص جميله ومثيره. مع السلامه. في امان الله.